والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد تزود. والآن خدمة جديدة، قناة الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمعتنين بتربية النشء وتعليمه مساهمة وتعاونا في حمل هذه الأمانة العظيمة من خلال نصائح منتقاة وخلاصات مجتبات وآداب تربوية بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد زاد المربي. للاشتراك أرسل الرقم 7 لمشتركي الاتصالات 80600 ومشتركي موبايلي 6868. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بالمسرات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الراصد. ما زالت الأزمة مستمرة ولا زال الناس يتجرعون مرارتها، فكيف المخرج منها وما هي الإجراءات الشرعية التي تجب عند قلة المال؟ هذا ما سنناقشه في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع ضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله جميعا والإخوة والأخوات. حياكم الله شيخ. الأزمة لا زالت مستمرة ولا زالت تأكل الأخضر واليابس. صحيح، وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه الأسواق في نزول وانخفاض، وهذه الخسائر تتوالى، وعلى أحسن الأحوال تذبذب، تصعد وتنزل ونزولها أكثر من طلوعها. لا شك أن في هذا ذهاب لأموال الناس، خسائر كبيرة. نعم. الاقتصاد العالمي عموما لا زال يتهاوى ويترنح، وأصبحت القضية شبحا يتسلل إلى الناس في كل مكان، الفجوة الغذائية تتسع، وثورة الجياع ستزداد، وانخفاض معدلات السيولة في أنحاء العالم تسبب في عدم الوفاء بالالتزامات المالية، وتباطؤ المشاريع، إلغاء مشاريع كبيرة كثيرة، المقترضون يفقدون أصولهم ومنازلهم المرهونة، هناك ناس صاروا في عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء، سحبت المساكن منهم، المستهلكون مهددون بارتفاع الأسعار، الموظفون والعمال يفقدون وظائفهم، ارتفاع نسبة طالبي الإعانات الاجتماعية الحكومية. هذا الحال. نعم. يعني في أنحاء كثيرة من العالم قصص انتحار وناس نتيجة الإفلاس وما حصل لهم من ذهاب الأموال ما تحملوا، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من أصيب بما أصيب به. صحيح. من أنواع الآفات الصحية، والأشياء التي كانت تعتمد على نظام القروض الربوية توقفت خطوط إنتاج فيها، تضررت تضررا عظيما. الناس الذين كانوا مقترضين من البنوك لأجل الدخول في الأسهم، لما نزلت عن حد معين باعوا أسهمهم رغما عنهم، وخسروا رأس المال وصار عليهم ديون. واضح جدا سبب الربا في المصيبة. نعم. هذه الحالة الآن صارت حالة عامة. صحيح. ليست تخص مكانا دون آخر، فشؤم المعصية عامة،
لكن الناس صار كثير منهم في ضائقة ويقولوا الأمور ستزداد سوءا، ولذلك صار البحث عن مخارج وإجراءات. طيب وإذا قل المال، وإذا شح المال، ماذا سنفعل، وإذا ما في سيولة، وإذا صارت المسألة تشكل قلقا وهاجسا. صحيح. في ناس كثيرين أحجموا عن أعمال وشراء أشياء ومشاريع، في خيبة أمل، طموحات كثيرة انهارت بسبب الأزمة. فضيلة الشيخ لعلنا أيضا في اللقاء السابق كان لنا يعني بعض الوقفات الإيمانية وبعض الوقفات التربوية في هذه الأزمة، ولكن لعلنا في هذا اللقاء شيخ، وأيضا بناء على يعني طلب كثير من الإخوة المشاهدين والمشاهدات في مسألة يعني أن قلة المال الآن أصبحت عند كثير من الناس، كيف نواجه قلة هذه؟ يعني ما هي الأمور التي نفعلها حتى نواجه بها قلة هذا المال؟ أولا، ما هو اعتقادنا في الموضوع؟ ما هي النظرة الشرعية لهذه المسألة؟ قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ونقص من الأموال، نعم. إذن أولا نقول هذا امتحان واختبار من الله، فنتيجة له ترتفع درجات ناس ويؤجرون ويهوي بها ناس في النار. الله المستعان. المصيبة هذه تحتاج إلى وقفة عقلاء. ثانيا، هذه المصيبة يا أخي تذكرنا بأن الدنيا زائلة، حقيرة، هينة، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. إن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. ويذكر العبد بهذه الأزمة أن الله هو الذي يعطي ويمنع ويغني ويفقر ويرزق سبحانه وتعالى، ويضيق الرزق على من يشاء سبحانه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نحن عقيدتنا المسلمين أن هذه المسألة تجري بقضاء وقدر من الله، هي في كتاب من قبل أن نبرأها، كما قال الله في المصيبة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأنها ابتلاء، وأن العبد ممتحن الآن لينظر الله كيف يعمل هذا العبد، يعني يظهر علمه في الواقع. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال: بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام. نعم. كلها بلاء. إذن الله يبتلي بشرعه، يعني بالحلال والحرام، ينظر من الذي يتعدى حدود الله ويقع في الحرام، ومن الذي يسرف في الحلال، يبتلي بشرعه ويبتلي بقدره سبحانه. أي نعم.